عليكم مسيكم بالخير. هالأسبوع هذا قضيت فيه إجازة من أروع وأجمل الإجازات اللي قضيتها في حياتي. صحيح أني ما رحت ولا جيت ومحلك سر، لكن الإجازة هذه يعني غريبة شوي. ميزة الإجازة هذه إن ما فيها لا تعب ولا روحة ولا جية ولا تكاليف ولا مصاريف ولا هم يحزنون، مع ذلك مريحة جدا ولها طعم أحس في حلزي. يعني قبل لا أطعم الإجازة في حلزي أكيد أني أحسها بقلبي. ميزة النوع هذا من الإجازات أنه سهل جدا، ما هو صعب، بس يبغى الواحد شوي يتحكم في نفسه. الإجازة اللي أخذتها هي إجازة عن سماع الأخبار بجميع أنواعها، خاصة السياسي منها. بعد مرور أسبوع تقريبا على بدء الإجازة أحس كأني مسافر، شعور يعني شعور واحد مسافر مكان بعيد، مكان زي جزيرة موريشيس مثلا، أو اسمه موريشيس سامني بغلطان، أو المالديف، أو مكان كذا أخضر وجميل وبعيد عن الصجة والزحمة. بصراحة حسيت بحاجة من زمان كنت محتاج أني أحس بها الشعور هذا، لذلك لا تحرمون أنفسكم منه. ذكرني بقصة، قصة واحد عنده عمته ذي ما تجيب عياله من زوجته، شايب متقاعد وعايشين حياتهم مبسوطين وما عليهم، هي تشتكي ركيباتها وامورها، يعني عندها سكر وضغط، والشويب ايضا ما يخلى، لكن الشايب اخف منها لانه اقل منها وزن. كل رجل عمتي محترف سياسه، يحب السواليف في السياسه، ويعتقد انه افهم واحد في السياسه، واني اللي في الجروبات والشيبان ما يعرفون مثله. ولا ذا أمر عليهم في البيت، أخذ عمتي ورجلها يمحوش غنم من عندهم يحلبونها ويجلسون شوي، وأحيانا وديهم للدكتور يقصون الضغط والسكر، ولا قضي لهم مقضات ورجعهم لبويتهم. كل يوم من الأيام جيت كالعادة ولقيت الفطور محطوط وعمتي جالسة ورجلها منسدح، وجلست قهوة وافطر معهم وسولف. قالت الشايب اليوم والله ما أكل شيء، قطعت قرصنها الكبر وش اسمه ويهدوب شرب شوي حليب، ما أكل مهي بعادته، والبارح ما تعشى. قول أخذتهم كالعادة يمحوش الغنم وعمتي تحلب، وأنا جالس أتفرج عليها، وهشوي بجالس يقول يرد على الجروبات وبيهاوشهم يرد على واحد من الشيبان يقول له يا ثور أنت ما تفهم، ومدري إيش يصحح له مفاهيم سياسية. مسكين ما يقدر يمشي من غير يجر نفسه كذا على الأرض، يقول يا الله ياقف، ومرة متفاعل مع الأخبار وشيل وحط ومدري إيش. يقول المهم خلصنا ورحنا العيادة، عيادة دائما يجون وفيها طبيب مصري وكشف عليهم وقال له شوي بإيه ايه عمي ايه اللي انت عامله في نفسك ده. قال له انت لازم تبتعد عن السكريات واللحمة الحمراء والاخبار، الاخبار السيئة، وسكر كل حاجة بيجيك منها اخبار سكر عليها. يقول انت الدكتور يقول ايه عشان قلبك به يعني خلاص هيفرط منك بقى. رجعت انا وعمتي من البيت وجلسنا نتحايل على الشايب، على الاقل الواتساب، على الاقل مدري وش، على الاقل مدري ويهاوش. قلت تبون ترجعوني لذاعة لندن انتم؟ المهم ان الله هداه وقام وقفل الاجهزة وابتعد عن كل شيء. يقول الرجال يقول سبحان الله اسبوع 10 ايام، يقول له ان الرجال امور زينة، ينام ويأكل ويشرب ويروح ويجي يصلي في المسجد ويروح يقضي، يقول سبحان اللي أحياه. نصيحة لا تفوتون هالنوع من الإجازات، جربوا وبتذكرون كلامي. مع السلامة.